جئنا اليوم للمشاركة بتكريم بعض الطلاب الذين شاركوا بفعالية إرسال رسائل للسيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكانت هذه الفعالية برعاية المركز الثقافي في أعزاز وما يسمى بيونس إمرة، وتم إرسال عدد كبير من الرسائل من قبل طلاب مدارسنا، وتم اختيار 10 رسائل مميزة فازت بهذه الفعالية الجميلة. في النهاية أشكر مركز يونس إمرة على هذه الفعاليات وأتمنى لهم التوفيق والنجاح. كتبت رسالة للرئيس أردوغان، وكتبت فيها: سيادة الرئيس طيب أردوغان، من أرض النزوح نرفع إليكم أسمى آيات الحب والامتنان، ونعبر عن تآخي الشعبين السوري والتركي، ونقول لكم من أرض النزوح استقنا إلى بيوتنا وأرضنا، وكلنا أمل أن تعمل على إعادتنا إلى بلادنا. وشكرا للمركز يونس إمرة على هذه الفعالية الرائعة. Uçurtma Festivali'nin temel amacı bu bölgede yaşayan çocuklara ve gençlere hayallerini yükseklere çıkartmaları ve özgür bir şekilde bu topraklarda yaşama hayallerini göstermeleri. Onun için sadece festival alanındaki etkinlikler değil, Yunus Emre Enstitüsü Azez Merkezi ile de düzenli kurslarla buradaki gençlere ve çocuklara kültürel faaliyetler, kreatif faaliyetler icra ettiriyoruz. Böylelikle de Türkiye ile Suriye arasındaki insani bağlar artmış oluyor. طبعا المهرجان كان هو سبب الرئيسي مشان اسعاد الاطفال وتطير الطائرات الورقيه، ومن عدا هيك مركز يونس إمرة من عدا المهرجان له كمان هون فعاليات ونشاطات ودورات مثل اللغه التركيه والرسم والفن وغيره، فنامل ان شاء الله مع الايام راح نسوي شغلات احلى. أنا الطالب أحمد جمعة كنو من مدينة أعزاز من طلاب الثانويات الشرعية. أقومت فعالية بإرسال رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان وللتعبير عن رأينا نحن الطلاب. وكان مما كتبت فيها رسالة الشكر للدولة التركية على ما تقيمه وعلى إنجازات التي تنجزها في تطوير هذا البلد، وأتوجه بجزيل الشكر لمركز يونس إمرة على إقامة هذه الفعالية التي كان لها دور في تعبير الطلاب عن آرائهم. جزاهم الله كل خير. أنا اسمي ماجد حوراني، عمري 10 سنوات، صف الخامس. كتبت رسالة إلى الرئيس طيب أردوغان وأشكره لأنه وقف معنا ضد النظام المحتل، ونشكر مركز يونس إمرة على هذه الفعالية.